الكرة تابة تتمنى ترفضك يا ليونيل. كاس العالم شيء ثاني، ماذا بيني وبينك؟ لماذا ترفضينني يا كاس الذهب؟ ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ أنا الذي فعلت كل شيء، أنا الذي صنعت كل شيء، أنا الذي فزت كل شيء، أنا الكرة اللي تضحك لي، أنا الكرة اللي ضحكتها، أنا الكرة اللي حطيتها، أنا الكرة اللي أمرتها. أنت لماذا ضدي يا كرة المونديال؟ لماذا أنت ضدي يا كرة المونديال؟ مونديال من بعد مونديال، دورة من بعد دورة، كاس من بعد كاس، ترفض أغلى لاعب وأفضل لاعب في 30 سنة أخيرة، وأكبر أفضل لاعب التاريخ البولغا دي أرجنتينا. مش ممكن يا امبراطور، اشهد له يا بيلي، اكد له يا مارادونا، تحدث عنه يا كرويف، اجبره على اعتراف يا بلاتيني، قل الحقيقة يا زيزو، أليس هو الأفضل؟ أليس هو الأروع؟ أليس هو الأبرع؟ أليس هو رجل التاريخ؟ الله يا ميسي، هذا العملاق الذي قالت عنه الوالدة، التي كتبت عنه والدته وقال إنه مؤدب ويخجل من أشقائه الكبار، ينزل عيوني من أجل أشقائه الكبار احتراما وإكبارا، ونحن نحترمك لهذا ونكبر فيك هذه الموهبة ونؤكد لك هذه الهبة. الله على الظروف يا ميسي، نشكرها جميعنا لأننا أنجبت ولأنها أنجبت لنا لاعب بهذا الحجم. واحد، اثنين، الثالث، الرابع، رابع كل شعب الباسكو حتى الرابع. مش ممكن يا ليو، مش ممكن يا ميسي. شوف شوف شوف، اتكلم، شوف على عصر الفلاسفة والمبدعين، عصر الماريين، عصر الفنانين. ماذا سأقول؟ أخفض الصوت، لا تحتاج إلى تعليق، لا تكلم العرب أكثر مما يتحملون، دعهم يفسرون، دعهم يحللون، دعهم يعلقون، دعهم يتكلمون، دعهم يقتسمون معك الكلام، لا تكن أناني أيها المعلق، دعهم يشتركون معك في التعبير عن الإبداع. أرجوكم لا نكن متعصبين، مدريديين، بلباويين، فالنسيين، أتلتيكيين، أرسناليين، مانشستراويين، بافاريين، ميلانيين، إنتريين، يوفنتيين. طبعا لم تأتي الكلمات، ليست صحيحة، ليست لغة الضاد. جبلتني والله يا ميسي، جننتني والله يا ليو، هبلتني يا ابن الأرجنتين. ماذا عساي أن أقول؟ لن أقول شيء لأني لم أجد فيك الكلمة. سأبحث لك عن اسم، والله لو راجعت اللغة الهيروغليفية واللغة الفينيقية واللغة الآشورية واللغة البابلية واللغة المسمارية سأجد لك كلمة، سأجد لك عنوان. يا لاعب بدون عنوان، بدون ألوان، بدون أسماء، يا ليو، يا ولدي، يا ميسي. يفرج العالم على هذه الماكينة، تمشي كرة ممتازة جدا، 10 تمريرات وميسي يدخل، ميسي حط كرة، مش معقول، لا 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 لا، خرجت خرجت، ما عادش نعلق، اعتزلت ايتها الجزيرة الرياضية، باي باي، انتهى الموضوع، انتهت الحكاية، بطلت التعليق. وين نبطل يا ميسي؟ وين نبطل يا بارسا وانت موجودة؟ وين نبطل يا ميسي وانت موجود؟ الله يا ظروف، أشكرك يا الظروف التي جعلت منك لاعب يا ميسي، أشكر الظروف التي جعلت منك لاعب يا ميسي. شوف الكورة محلاها، واحدة عند المعلم، الثانية الإمبراطور، هاي وينو الأمير الصغير؟ وينو